السلام عليكم الاولاد بوسعاده وبوسعاده كالعاده، مرحبا بكم في حلقه جديده زعما شكون. الاولاد اليوم جبنا لكم واحد جبناه قبل وعملنا عليه نكبش في العناوين. اوكي انا مريق معاك نلوجوا الاولاد الام بي جددني ام بي هكا مهبط تراك اسمه يونغ. التراك هذا في نهارين عامل 900 في هكا ونشو نسمعوا الابداع. التراك هذا متاع برجوليه، تراك هذايا بالرسم تاع برجولية. فما تراكات، فما موزيكا حتى لو كان ماهيش الذوق متاعك، فما ارتيستوات تخدم في موزيكا حتى لو كان ماهيش الذوق متاعك لازم ترسبكتها. كيما شكون مثلا عندنا كاتيبون. كاتيبون راني ريت مرة واحد حاطت له كومنتير في الفيسبوك على كلفصة المناني هذي، ريتك الإبداع في التراك هذاك الكل كبش مناني ها 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 ملاش ليك. هذا من نوعك ياك. شوف ايش اقول لك حاجه عاشقوي، خبر الناس نمشي ونسمع. ليتس جو ما مين، ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت اقوك العالم والله. كي تعري وتوري مش يقولوا يتبرك اللي يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت اقوك العالم والله. كي تغنيش تقري وراك تدر حسبها مره، باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر. يونغ يونغ امبي امبي يا 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 اخونا. شو 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 يا صاحبي، ايش اقول لك حاجة. امبي بشهادة ناس ترابي 2000 فولو. شو شو ايه بشهادة فوركا خدمة مهبطة. شو ما هبتهاش ناس. اكسى حاجة اكسى حاجة انك تكون ارتيست ولا امسي معترف بيك من لمسيات قبل ببليك. فاش نحكي لك الانسان هذا برشا ناس كي بارطاجي ستوري ما بيناتنا كونتاكت عمره ما يطلب منك حاجه. انسان بنيف يخدم على روحه، ترى الابداع ترى المجهود. شوف وعبيد عبيد ارتيستوات برو تبعث ام بي اكسح ما فما. اي وينك البارطاج وكل حركه وكل الزين مع العباد؟ دزوا مع العباد. عايش في امريكا ولا ما لا؟ حس بحساس غريب رمى ماوي، نسأل روح علاش اخترت شوي. شنو هذا؟ ايش نحقلنا على التليفونات هذا احمد؟ ايش نية بها؟ لحظة سامحني لحظة، فما ترسيم معاك. حط مود افيون يا اخوي يا اخويا، ما تحب تخدم خدمه بروفيسيونيل ولا مي دافيون صح؟ اي ولا تولي انت بروفيسيونيل اخونا تخدم الخدمه. يومكم بعد الغيبه نشوف الثنيه، شوف الناس غريبه مع الوليد. لاحظت حاجه سيدي، ما حصلتش حتى كلمتين من اللي قال كبارول معني، لكن الفايب والدخت تسرح مع ملا فايب والدختي ملا فايب. حسيت روحي شلت الكاميرا وجيت البارتي الاولى هبطت ريل وقت اللي ريتها. شو كي تبرون تاع بارتاجي تاع ما فماش نورمال راكت بارتاجي العباد ريبوندر عباد امسيات ارتيستوات ام بي من اقوى ما فما. فاهم فاش نحكي لك؟ يعني مش سهل انك ترسبكتيك عباد اللي تفهم في موزيكا اللي حتى كان ماهوش ذوقك. ماهوش ذوق عندنا مشكله، راهي الناس تسمع بالانسان ما عادش بودناه برشا. ايه فما لوك شبيك اخونا. ليه you can touch me. I know how to love 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 love. بالله شنو الفرق ما بينه ما بينك؟ التراك اللي خدمه الجراند توتو هو وكل هذا شكون؟ بالله لا برش فما تراكيت برو برجوليه. تعرف ايش المشكله؟ والله نحب اللوم على حد، ما نحب اللوم على حد. المشكله اليوم ما عادش موزيكا ماركتينغ ولا
يا برو طز في كتيبتك وطز في كسوحيتك وطز في الفايب بتاعك وطز في دنياك الكل اذا ماكش عارف ملكي روحك اذا ماكش عارف تسوق وتبيع الروح انا فاش قاعد نوصل التراكات يعني غادي المشكله ما نحبش ماهيش سبونسور ماهيش سبونسور اليوم خاطر يوصل البيبليك يدور تراك يا ودي لا اما تسوق انت تسمع لبرا دايركت الفازه اللي صارت هذه تنجم تكون ترند اخونا عند قورة خليني هيك نقدر نتحدث خدم التراك جمله ولكن اخونا تطفق في المركز تنفخ قاعد تنفخ يو كان تاش مي تعرف خد ويستنى ايش ما بلي فما يو كان تاش مي يو كان لا 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 يو كان تاش مي حسوا مش قاعد يقول في شيء تو يو كان تاتش مي عاود يجي 4-5 مرات لكن قاعد يستعرض في الفايب حس فيه قاعد يستعرض في فايب نعرف طريقة الغيبة ما سون ام جوين هوم يو كان تاتش مي برجولية خويا توب افرو الراجل عادي عادي الراجل في راسه مشوف وشهم افرو في راسه عرفتهم زوز اخوات الاتراك هذوكم كل التوام اللي يعملوا في هذيك الي الي عادي تخطف عندهم هذي تولي ترات في العالم فاش نحكي لك ما فيها حتى لغه ما فيها حتى لغه موسيقى كهوا هذه موسيقى اوفيسيال برجولي كموزيكا في سيالات يسا نتصور بعد الخدمة دي كل 2024 معنا وغادي نتصور أما فلوس راهو أخونا يحكي واللي غادي الساعة بسون أورو تقريب سون أورو يا أخونا 100 أورو سورو 100 أورو سون لا مش تحكي لك سون لكويت استعرض فايب لأولاد واو ماوش مع أما فايب ما شاء الله مش عادية أخوي أيوة مازال يجري أخوي مازال يجري في نورمال مو واشنطن هذي برجولية يعني السيد هذيك البلاسة هيك يريتها في جتيا السيد هذا يا أخونا الرسبكت فيه على الأخر الرسبكت خدمته وصاحبي يكمل في اللي قاعد تعمل فيه بالرسمي قاعد يتعب اللي يعمل فيه موسيقى كي ترجع حتى الكليبات الأخرى الكاليتي اللي مخدومة بها الكليب ليماج قاعد يكسر في راسه الوليد فهم ومش يسمع فيه حد اما نورمال صاحبي احنا نسمع فيك وبرشا ناس صحاح وفهم قاعدة تسمع فيك ولا يسهم على الحياة صاحبي وانت عملت اختيوة به راو كي ترسبكتيك عباد تعمل في موزيكا ما هي سهلة والله خاصة انها تجاهر بيه فما خاطر الناس ما تجاهرش بيه يبدو من ده من تجاهر بيه اخويا تستحق الاحترام خدمتك تستحق الرسبكت اخدم على روحك برو اسمع روحك ليت كان غدوة يضرب هذاك عند قتلك كما قتلك القورة عند الانجليز عندك تخطف فازة اخونا كيما غالي كيما كناش نعرفوه غالي جانا من البرة راهو غالي فضرب البرة قبل وقتا نوليو ننتدبوا احنا وذوك نتاعنا خويا ما شاء الله باش اللوم فما حرب نتاع ماركتينغ خويا ربي يوفق الناس كل واخدم على روحك صاحبي اللي تعمل فيه يستحق انه يتشاف يستحق انه يدور يا خويا ربي يعينك وبرشا ريسبكت بالرسمي خدمه مزيانه على الاخر وانت هاونت معناها يتسمى هاون في كليب وكخدمة فما ناس اليوم تعمل رياكت ويت بالفلوس برو تمشي تعمل رياكت توصل خدمتك فهمت سبونسور ما ننصحش الحقيقة خاطر اليوم كي توصلك حاجة سبونسور مهما كانت صفتها باهية خايبة راكش تزابه خاطر يراه فيها اللي هي تعطل فيه ابار ابار كل ابليكاسيون في التليفون تطلع لك بالاشاره كسانك سيكوند هذوك ديجا ولات مستفزه خاطرين اليوم مثلا طالع داخل نسمع ايلي داخل نسمع نوردو داخل نسمع زين باش يطلع لي تراك سبونسور باش نكرز تبعد عليا بروني اذا اخويا حاول توصل خدمتك خاطر خدمه بالرسمي مزيانه وتستحق اني توصل بسعاده وبسعاده كالعاده برو الاولاد تستحقوا اي حاجه غير الفلوس نجم تعمل علينا تلا في الانستغرام لازم يحط الكومنتير نتاعهم بالرسمي خلينا نحكيه والله 10 دقائق مزال على الوقت يجي سلام عليكم حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كنت
تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما وش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم الله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مرة باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر.